مساحة حرة. ومساحة حرة تبدأ بصحبتكم مستمعين، وأخيرا المخرجة التونسية أسمها الأحمر بصحبتنا الآن. الحمد لله على السلامة. أول شيء مرحبا يا عيشك. سعداء بك. قولينا شو الأخبار؟ ليه التاكسي تأخر في الطريق؟ كان الزحمة ولا توقفت اشتريتي بعض الأغراض؟ والله لا توقفت لحد شيء، جيتكم ديركت. أما هو أخذ وقت من عرش صار. طيب نعم عزيزتي، حتى أنا استفيد من الوقت معك ونتعرف أكثر على هذا الفيلم الكوميدي الجديد في باريس. أولا حدثينا عن الفكرة. أوكي، الفكرة هو جت من آيسيفليكس. آيسيفليكس هي كيف ما نتفليكس لكن مختصة في البلدان العربية. جاءوا على تونس، هما عملوا تجربة في مصر وفي المغرب اللي مشيت بالكدا، ياخذوا يعني مخرج ويعطيوه 150 ألف دولار باش يعمل فيلم. طيب، لكن الشرط اللي الفيلم لازم يتعمل في أقل من 6 شهور من الكتابة لل من الكتابة للسيناريو للإخراج. إكزاكتلي. لماذا 6 شهور؟ لماذا على جل 150 ألف؟ يعني مش نعم. مش حاجة كبيرة، مش مبلغ كبير. جميل. يعني يعطيك الوقت هذا حتى للخروج في الصالات. هذا اللي صار. هما جاوا على تونس، أول تجربة يعملوها في تونس، اختاروني أنا باش نعمل هذا الفيلم، والشرط اللي كان لازم يكون كوميديا. كتبت السيناريو في شهر، حذرنا الفيلم في 3 أسبوع حاجة هكا، يعني شوية أقل من شهر. والشوتينج كان في 17 نهار. إذن بفترة قياسية خرج هذا الفيلم. يعني نعثر على فيلم كوميدي اليوم، فيلم عربي كوميدي، يعني في ظل ساحة سينمائية مكتظة بالأفلام المأساوية أو الأفلام التي تتحدث عن القضايا التي تعاني فيها المنطقة. يعني بنفرح عندما نجد فيلم كوميدي. خبرينا عن هالفيلم الذي ظهر بعنوان اكسبريسيون، كيفاش برا فسر تعبير يعني. الام هما يقولوا النساء تقولوها، يعني المراه تقولوها، الرجل ما يقولش واه، لكن هو تعبير على حاجه تفاجئ. نعم. وعن شو بحكي الفيلم؟ الفيلم هو يحكي على فاميليا، يعني عائلة تونسية، كيفاش لم تفضل ولدها الدلول على بناتها. يا بختها الولد قد ما يعملوا. وعندها بنت باش تعرس، وولدها باش يحتفل في عيد ميلاده. طيب، يعني الفلوس الفاميليا كيفاش في عود يمشي في العرس، تأجل العرس وتتلهى بالعيد ميلاد. جميل. يعني مفارقة بتحكي عن التمييز الذي يوجد في الأسرة، يعني اهتمام بالأبناء أكثر من البنات. جميل. هي ربما هي مناسبة أن نستمع لمقطع من هذا الفيلم ونعود لك. أوكي. الآن أوكي. صباح الخير. اسمع، خممت لي في كادو الانيفرسير ولا مازلت؟ علاش انت خممت لي في كادو عرسي؟ انت غيرك لاش تخدم؟ نعرفش تخمو عطوس. ها الجمعة الجاية سليمو يغلق 30 سنة. مش بيا راهو طبع خوه على اخته. انا واحد يا اخو غابور. كافالو نجلة 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 تونسية. رجل ألقى له مرأة ذكية، ما ثم حتى مرأة جيبت فرها هذك. عليش ما ثم حتى سبب يخليني نحب نعرف مسكينة المقبونة اش باش تعاني؟ شو تبرو بك الملبور مو فيز الزلع؟ ماش ترنسة دي انتي سترنسة بين العرسة ماني وين العربون؟ السنة ماني عاتي حتى فرق بالعائلة الخماكة. شو ما عادش فرق بالعائلة خديت وتعلي سود عينيها؟ توفي كل شيء فهمت؟ نحذرهم لك بالروجي بلون لابسين تفرج في الماتش نلبس كسوة واو كذبكم واو فيسكم أقولي دي حسنك اللطف علي يا رمي اللطف ونستو مرسي لك يا ألفوني يا دي سبكتاكي يزي وتموتوا على الشوا عيلتكم خرطة تنسيش احنا ميلا كغير فابو بليسي فاربيتي يا مايا
واو هذا الفيلم الرائع لأسماء الأحمر. سنتابع هذا الفيلم ولو أنه اللهجة التونسية حتكون شوية صعيبة علينا ما برشة لكن يعني شوية. عديت شوية وقت في فلسطين نجم يعني نتكلم أكثر فلسطيني أكثر شوية شوية جميل. يعني المخرجة اسمها أن هذه التجربة الأولى لك في فيلم كوميدي يعني وأكيد لديك باع أيضا في الصناعة السينمائية. خبرينا هل صناعة فيلم كوميدي أصعب من الفيلم الدرامي مثلا أو أنا يظهر لي يعني سهل باش تبكي الناس أما مش سهل باش تضحكهم. صحيح البكاء أسهل من الضحك هذا يعني التجربة الخاصة سايب برشة يعني باش تضحك الناس وش تضحكهم يعني اللي ضحكك أنت ما يضحكهمش يعني كتير صعب باش تضحك الناس. أما أنا اللي يعجبني أكثر مثلا في ستايل يعني كان جاء الشويس يعني من عندي أنا الخيار راني ما خذيتش كوميديا راني خذيت بلاك كوميدي. طيب ليه؟ ليش على جل يعجبني يعني السوجي نعم المشروع يعني المشروع يعجبني كيكون فيه حاجات يعني في الميدان متاع مثلا أنا اللي كيفاش نقوله لي سوجي نجم نقول بالفرنسي اسهل لي تو ان فيت لي سوجي كي ماتيريس لو بلوس سي لي سوجي كي سون لا مور سي سون دي سوجي ان فيت كي كونسيرن لومان دو بارتو يعني الصوره المأساوية والحزينة والموت عموما اكزاكتلي وهذا يعني فيه بلاك هيومر الكوميديا السوداء ويعني من خلال هذه الكوميديا ممكن معالجة القضايا الإنسانية. طيب أنا لي باريس يعني هذا الجمهور لهذا الفيلم برأيك من هو جمهور هذا الفيلم وإنت بتصوري في اللقطات وبتعملي في مونتاج من هو الجمهور؟ نعم والله أنا نقول يعني جمهور اللي يحب يضحك يعني طيب. اللي الضحكة التونسية ضحكة خاصة شوية يعني مش ناس كل تفهم الضحكة متاعنا. كم مدة الفيلم؟ كم مدة الفيلم؟ المدة ساعة ودرجين ساعة ودرجين درجين درجين كم يعني ساعة وشوية شوية يعني كده هنقول لك واو جميل يعني أسمهان يعني هذه التجربة السينمائية الأولى يعني فيما يتعلق بها السينما الكوميدية هل ممكن أن نقول أنها ستضعك على هذا النوع من الأفلام أم ستكون الأولى والأخيرة مثلا؟ والله ما نعرف انا عجبني برشا كي مشيت للسينما كل ما خرجت في تونس يعني مثلا في تونس ولا في سوسه نمشي ونتفرج مع الناس نسمع الناس تضحك الحق الشعور اللي تضحك الناس كتير حلو طبعا احسن حاجه يعني قد ما نحبش يعني كي نمشي للسينما ونشوف ناس تبكي قد ما عجبتني التجربه نسمع الناس تضحك ونقول اللي انا ضحكتهم نعم ويعني يعني التجربة النجم نعاودها بتخيل يعني كلامك يذكرني بالمخرج الفلسطيني الكبير إليا سليمان يعني معظم أفلامه هي أفلام كوميديا سوداء ولكنها تعالج قضايا يعني تتعلق بمصير شعب بأكمله مثلا. هذا هو طيب حديثينا متى تضحك سمعان أنا مثلا كنبدأ عندي أختي بحذية هي موجودة معك الآن أختي ضحكني برشا صحيح يعني الضحكة دائما موجودة عندك أي. بكل سهولة احنا ملي احنا صغار نعم نبدأ أختي أكبر مني بسنة طيب. يعني نعدي برشا وقت بين بعضنا نعم ونضحكوا يعني هكا مش لازم برشا حاجات يعني نضحكوا طيب العرض سيكون في الميزون دي تونيزي في سيتي انيفرسيتي نعم الدعوه موجهه كيف حتى الشباب يروح لمتابعه هذا الفيلم الدعوه هم من الاول حلوا يعني عندهم 120 بلاصه 120 مقعد نعم وباعوهم يعني خرجوهم في اول 3 ساعات
يعني ما عادش فهم هذا اللي فهمت. هل سيكون الفيلم يعني مثلا في بعض الصالات السينمائية هنا في فرنسا، أو مثلا هل هناك جولة عروض خارج؟ والله في الحكاية دي من عرش يعني على جل آيسيفليكس خذ الفيلم باش يحطه على آيسيفليكس يعني الانترنت، لكن ما تلاقيوش بحكاية الجولات هذه يعني إن شاء الله. نعم شاء الحقوق هي حصريا لتلك الشركة المنتجة للفيلم، هذا هو الحقوق عندها. نعم. طيب المشروع القادم، فكرت في المشروع السينمائي القادم ولا ما زال؟ والله لا، عندي مشروع قادم توكي كملت الكتيبة يعني بكتب بالفرنسي توكي كملت كتيبته، وإن شاء الله مشروع بش يكون بين فلسطين وتونس. جميل. واقعي ولا من الخيال؟ لا فيكشن. فيكشن. فيكشن فيكشن. جميل. إذا روائي من يعني بين فلسطين وتونس، يعني هذان البلدان القريبان بكل معنى الكلمة. يعني بس قبل أن ننهي هذه المساحة الحرة أسمهان، أريد أن أعرف في النهاية شو صار، تجوزت البنت ولا لا؟ شوفوا وأعرف. طيب نسمعكم يعني ننغز أسمهان من هذا السؤال بأغنية من أغنيات الفيلم. سوبر. عيلتكم خر طر خيط عليكم ادفا وخيك كاوي قل جبها جلتم تعرفيني ما نعديش في الهواية اجرم حبيتك جيت من الباب ما دخلتش بتمزنيس امك فيا شي ياسل وقاتل هالبيس يزيني من حديثكم سامع بعطي حمد ولماني تامع موك جابها رجا جرت أمك قامع مش كيسي كريتو للمرايا دامع لا مادا ما عاد نحب الله قلبي اللي حبك انتي كيما نساك انسى حبيت سوفيان عمري ما نخليك كما هذوكم لفاميش نعمل كي طلعوا سمباتيك انا حبيتك رجله سفسوف على عجله حد غيرك ما نبجله كله في وقته اجله واه 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 يا امان يا انساني واه. هذا هو عنوان فيلم أسمهان الأحمر، الفيلم الكوميديا الذي سيبدأ من الغد في الميزون دو تونيزي في سيتي يونيفرسيتي. نعود لك يا عزيزة أسمهان ونسأل عن هذه الأغنية التي سمعنا لها ريغي، لماذا اخترت موسيقى الريغي لهذه الفيلم؟ هذا ستيل متاع كافون، يعني أنا ما كي قلت الكافون أعمل لي غنية للفيلم عرفت من الأول اللي بش يعمل لي ريغي. هذا ستيل متاعه، والبنت اللي بتغني معاه هي نادية بوستة، يعني لعبت في الفيلم زادة. جميل جميل. والريغي يعني يتناسب أحيانا مع الإيقاعات فرحة على العموم. نعم نعم، ودائما نتمايل مع هذه الإيقاعات، وتمايلنا أيضا مع هذا الحوار السريع معك يا أسمهان. يعيشك أسمهان، شكرا على هذه الزيارة اللطيفة، على هذا اللقاء الجميل. نتمنى لك كل التوفيق في عرض يوم الجمعة في دار تونس في باريس، عرض فيلمك الجديد، ويعني في انتظار جديدك دائما. يعيشك، شكرا. شكرا لكم. شكرا جوليا، أيضا كنت برفقتنا هذا اليوم، وشكرا لروان عودة في الإعداد، ونجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج كافيشو، أطيب الأمنيات مع ما تبقى من برامج مونتي كارلو. نعم، بهذا يكون مشوار كافي شو قد وصل إلى نهايتها. الموعد يتجدد صباح الغد في الساعة 8 صباحا وحتى 11 بتوقيت باريس.